كلنا شفنا مراسلة القاهرة الإخبارية في قطاع غزة العظيمة منى عوكل. هذه السيدة العظيمة يمكن لحضراتكم شايفينها على مدار اليوم بتنقل ليكم الحقيقة. أنا هقول لحضراتكم، أنا كأخ لمنى عوكل أنا مشفق جدا عليها، يعني حتى يبدو وهي طالعة على الشاشة الإرهاق والتعب وكل هموم الدنيا طالعة على وشها، لكنها لا تتأخر لحظة في إنها توصل الحقيقة للناس. منى عوكل هي بطلة حقيقية بتنقل لحضراتكم كل ما يحدث بصدق شديد عبر شاشة القاهرة الإخبارية. يا منى إزيك؟ حضرتك سامعاني؟ أهلا أهلا يا أستاذ أحمد، الحمد لله بخير. احنا سمعاك سمعاك، أتمنى تكون بتسمعني أنت كمان. انا سامع حضرتك بشكل جيد جدا، وعاوز ألو ألو، اسالك. منى انت سامعاني كده كويس؟ أيوه انا عاوز اسالك، انت دلوقتي عايشة فين يا والله استاذة الحمد منى؟ لله بخير. انت دلوقتي عايشة فين؟ أهلا أهلا، حضرتك سامعاني؟ دي ام سي مش هيك؟ مظبوط. دي ام سي. انا عاوز اسالك انت دلوقتي عايشه فين؟ اوكي تمام. انا كنت عاوز اسالك دلوقتي انت عايشه فين، لان انا عرفت انه تمام. طلب منك اخلاء منزلك في غزه، مظبوط؟ يا استاذه منى، طيب عشان نقدر نوصلها بشكل أدق وأسرع، زي ما حضراتكم عارفين إنه طبعا الاتصالات يعني مش أفضل حاجة، والدنيا في غزة وفي فلسطين مش أفضل حاجة، لا كهرباء ولا مية، ومشهد يعني ضد الإنسانية، حقيقي مشهد ضد الإنسانية. مئات وآلاف من نقدر نقول من المساعدات اللي تم تحضيرها من قبل التحالف الوطني من أجل العمل الأهلي التنموي موجودة دلوقتي على الحدود بتنتظر انها تدخل. مصر بتبذل اقصى مجهود ليها في انها تضغط عشان تدخل المساعدات. احنا طبعا شفنا خبر عبر مصادر انه ربما يتم فتح المعبر بكرة من قبل الجانب الاخر. احنا من ناحيتنا المساعدات جاهزة وتقدر تدخل في اي وقت، لكن لازم تدخل في خط سير امان وتقدر توصل للاخوة فلسطين. منى انت معانا تاني؟ سامعاني كده؟ معك. ايوه طيب صحيح، انا يسعد انا مساك. انا كنت عاوز اسالك دلوقتي انت عايشه فين، لانه على حد معلوماتي انه طلب منك انك تخلي منزلك في غزه. صحيح، يعني عمليا نحن اخلينا المنزل عدة مرات مش مرة واحدة، انتقلنا لمنزل كان لنا في منطقة ثانية، وهي المرة يمكن الثالثة او الرابعة اللي ننتقل من منطقة الى اخرى. حاليا موجودة انا وعائلتي الى جانب يمكن حوالي 12 عائلة بمنزل أحد الأصدقاء في منطقة رفح جنوب قطاع غزة. يعني انتوا كلكم عايشين في منزل احد الاصدقاء مع بعض، ومنزلك انت بقالك قد ايه اخليتي منزلك الاصلي؟ يعني نحن أخذنا المنزل من أول من ثاني يوم الحرب تحديدا، لأنه أنا بسكن في منطقة الرمال، هي منطقة مهددة من بداية هذا العدوان، وبالتالي وبسكن بعمارة روف طابق عاشر، وبالتالي كان الأمر خطير إني أنا أترك عائلتي بمكان مثل هذا، بأي وقت ممكن يصير قصف أضطر إنه نحن نخلي بسرعة قياسية. تعرفوا عمارات غزة مش طبعا. مهيئة للإخلاء بهي السرعة، وبالتالي كان الخيار الأفضل إنه نحن نلتزم بالتعليمات ونروح نحاول نكون على مقربة من مكان اكثر امانا، وخصوصا انه انا يعني بترك عائلتي ساعات طويله جدا، عندي توأم بنات يعني ابوهم الحمد لله عنده القدره انه يعتني بيهم، وهي نعمه من ربنا، ويعني بنحاول قدر الامكان ان احنا نحطهم في مكان امن، لانه تعرفوا غزه ما فيها اساسا اماكن امنه، ولكن يعني قدر الامكان يعني بنحاول نعلي علينا. عندك مين بنتين اسمهم ايه وايه يا منى؟ ربنا يخليهم ليكي. أنا عندي توأم كنزي وصوفيا. ربنا يخليهم ليكي دايما. هو طلب الله منك يخليك. طلب منك انك مع بقية سكان الحي انك تخلوا، هو عادة سلطات الاحتلال بتبلغ ان المنطقة دي مش امان، صح؟
هذا صحيح، يعني من البداية نحن أخلينا المنزل ورحنا مكان آخر عندنا، يعني عند العيلة، وحتى منزل العيلة تم استهداف منطقة قريبة منه، الأمر اللي تسبب بأضرار شديدة جدا بالمنزل. اضطرينا كلنا نخلي المنزل الثاني لمكان ثالث، وهذا هو الانتقال. ألو؟ أي معاك، أنا سامعك، إحنا سامعينك، اتفضلي. أوكي. أستاذة منى. طيب حضرتك سمعانا كده؟ طب نحاول تاني معاها يا جماعة. زي ما حضراتكم سامعين انه الزميلة العزيزة المقاتلة البطلة منى عوكل مراسلة القاهرة الإخبارية في غزة طلب منها انها تاني يوم الحرب تخلي منزلها في غزة، وانتقلت إلى رفح الفلسطينية وعايشة هي و12 أسرة فلسطينية داخل منزل أحد الأصدقاء. يعني شيء. منى أنت معانا تاني؟ ها؟ منطقة إلى أخرى. حاليا اتفضلي. موجودة أنا وعائلتي إلى جانب يمكن حوالي 12 عيلة بمنزل أحد الأصدقاء في منطقة رفح جنوب قطاع غزة. طب منى معلش ممكن تحكي لي، احنا تقريبا مش هقول لك احكي لي عن يومك اللي بيحصل هناك في غزه، لان احنا شايفينك طول الوقت عبر شاشه القاهره الاخباريه بتنقل لنا ما يعني يحدث نحن اول أخذنا باول المنزل بصدق، من لكن احكي لي أول عن تقريبا يوم حياتك، الحرب عيلتك، تحديدا، لأنه أنا بناتك. بسكن في منطقة بناتك. الرمال، هي منطقة مهددة من بداية هذا العدوان، وبالتالي وبسكن بعمارة روف طابق عاشر، وبالتالي كان الأمر خطير إني أنا أترك عيلتي بمكان مثل هذا، بأي وقت ممكن يصير صحيح. قصف أضطر إنه نحن نخلي بسرعة قياسية. تعرفوا عمارات غزة مش طبعا. مهيئة للإخلاء بهاي السرعة، وبالتالي كان الخيار الأفضل إنه نحن نلتزم بالتعليمات ونروح نحاول نكون على مقربة من مكان أكثر أماناً، وخصوصاً إنه أنا يعني بترك عائلتي ساعات طويلة جداً، عندي توأم بنات، يعني أبوهم الحمد لله عنده القدرة إنه يعتني بيهم، وهي نعمة من ربنا، ويعني بنحاول قدر الإمكان إن احنا نحطهم في مكان آمن، لأنه تعرفوا غزة ما فيها أساساً أماكن آمنة، ولكن يعني قدر الإمكان يعني بنحاول نعمل اللي علينا. منى انت سامعاني كده كويس؟ ها؟ أنا عندي توأم كنزي وصوفيا. الله يخليك. طيب هو واضح انه في حاجات داخلة على بعضها او حاجات بتتعاد، هنحاول نفهم مع بعض وهنحاول نتواصل تاني مع منى عوكل زميلتنا البطلة مراسلة القاهرة الإخبارية في غزة. وزي ما قالت لحضراتكم بشكل واضح جدا انه للاسف الشديد هذه الزميله البطله والاخت العزيزه، ربنا يكرمك يا رب وكلنا معاكي كامل الدعم والثقه وكامل التضامن معاكي، الاخت العزيزه منى عوكل اجبرت على اخلاء منزلها في غزه وانتقلت الى رفح الفلسطينيه، هي و12 اسره فلسطينيه عايشين عند احد الاصدقاء، عندها توأم بنتين كنزي، ربنا يعني يخليهم ليك يا منى، كنزي وصوفيا. وطبعا عدم وضوح الصوت وعدم النجاح في التواصل القوي بيقول لكم هم عايشين ازاي او هم عايشين في كارب بشكل عامل ازاي. ربنا يعدي الامور ويعدي المسائل بشكل افضل من كده. احنا بنحاول نتواصل تاني مع الاخت العزيزه منى عوكل. معانا يا استاذ سامي؟ طيب هنرجع تاني نكملها، هنرجع تاني نكلمها. وزي ما قلت لحضراتكم انه المراسل الصحفي هنا هو بطل من ابطال الحكايه وهو بطل من ابطال ما يحدث على ارض الواقع. برضه مش قادر اتخيل نفسي، واي حد من حضراتكم يتخيل نفسه عنده بنتين توأم زي كنزي وصوفيا وبينزل بيبدا يومه عشان ينقل لحضراتكم الحقيقه عبر شاشة القاهرة الإخبارية، هو مش عارف إذا كان هيرجع بيته ولا لأ، هو مش عارف إذا كان هيملى عينه بصورة بناته ولا لأ. أنا متخيل المشهد كويس قوي، لو أنا مكان منى كل يوم لما هصحى من النوم لو كنت بنام هملى عيني بولادي وبناتي، يمكن ما أشوفهمش تاني. إذا كان أنا دلوقتي وأنا قاعد في مصر
وبشوف اللي بيحصل كل يوم، ببص لولادي واقول يعني بملى عيني بيهم. خايف، خايف على رأي عمنا فؤاد حداد ان الخوف ملك الاحساس، بس في خوف زي ما بيقولوا خوف يعني خوف بيصنع ابطال، وفي خوف تاني احنا عارفينه كويس قوي بيخلي ناس تانية تطلع تجري، لكن الخوف بتاعنا هو خوف الذي يصنع الابطال. ربنا يوفقك يا منى، وبعد الفاصل هنرجع تاني. احنا هنحاول مع بعض طول الوقت، هنحاول مع بعض طول الوقت ان احنا نتواصل مع الزميلة والاخت العظيمة منى عوكل عشان نتعرف على الجانب الاخر من منى عوكل. يعني منى هي طول الوقت بتقدم لحضراتكم عبر شاشة القاهرة الاخبارية ما يحدث في غزة اول باول وبانفرادات حصرية دايما عبر شاشة القاهرة الاخبارية، لكن انا من حقي كمشاهد ان انا اتعرف اكتر على هذه السيدة العظيمة. بعد الفاصل هنكمل مع بعض كلامنا. ورجعنا لحضراتكم تاني ونواصل مع بعض. هنواصل مع بعض اللي بيحصل في اخواتنا في فلسطين، نواصل مع بعض التغطية مع زميلتنا منى عوكل الزميلة والأخت الفاضلة والبطلة مراسلة القاهرة الإخبارية في غزة. يا منى أنت سمعانا كده؟ سمعت. طيب كلميني عن كنزي بنتك وصوفيا. هو انتوا البيت اللي انتوا فيه في رفح الفلسطينية طبعا اكيد ما فيهوش لا كهرباء ولا مية. يعني خليني اكون صريحة، يمكن احنا كان حظنا كثير احسن من حظ ناس تانيين، انه احنا مقيمين في بيت عددنا كبير ولكن البيت في مساحة، يعني عم نقدر على القليل ندبر حالنا بآلية معينة انه نحن نوصل المي الى حد ما مع استهلاك يعني بسيط جدا 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 حتى ما يعني نفوت في مرحلة الأزمة، لأنه مثل ما قلت لك احنا عددنا كبير لكن موجودين في منطقة كمان نائية يعني ما فيها تجمع سكاني كبير. هذا الشيء في جانب من الخطورة وفي جانب من يمكن القدرة على أنه احنا نوفر بعض. ألو، عاوز أسألك يعني إيه بتنظموا حالكم؟ أهلا أهلا، سمعاني كده يا منى؟ يعني ايه بتنظموا حالكم؟ المفروض انه شغال واتساب بس معلش احنا عشان الاتصالات عندنا كثير صعبه فبفضل لي اقطع. فعلا خلص اذا بتحب نجرب ثاني نفوت على هذا الخط. هنفضل معاكي ثاني، هنفضل نجرب نكلمك ثاني وثالث ورابع وخامس، لان احنا بنحاول مع بعض نكتشف الجانب الاخر من منى عوكل الزميله الاخت المحاربه البطله مراسله قناه القاهره الاخباريه في غزه.